بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رقم الدرس؟ الدرس 15. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من كتاب فتاوى العصر في العبادات والمعاملات وحاجات الناس واستفساراتهم لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان. أنا كل مشايخي ماتوا، من عدا أستاذنا الشيخ كريم راجح، أستاذنا الشيخ صفوان داوي. الشيخ صفوان جديد تلمست على إيديه، فعمليا يعني كلهم ذهبوا ونحن على الطريق، ومنهم الدكتور وهبة الزحيلي. طيب، الآن السؤال: هل كل ميت من الحيوان غير المذبوح نجس؟ هذا السؤال. الطماطم غير المأكول عم نحكي، أو غير المذبوح حتى، يعني حتى المأكول، خروف مات، دجاجة مات، ديك مات. لاحظ هون أسئلة منوعة تجي. قال: كله نجس، كل يعني مخلوق من مخلوقات الله نجس، إلا الإنسان لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، والسمك والجراد لقوله صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد. أنت شفت جرادة ميتة بتاكل، شفت سمك طافي على وجه البحر ميت يؤكل، لاحظنا؟ فأما الإنسان هذا طاهر، عفوا هذا كله طاهر، الإنسان لا يؤكل. لكن ولقد كرمنا بني آدم، يعني تكريمه هو طاهر وتكريمه لا يؤكل. السمك والجراد أباحها الله عز وجل فهي ميتة وهي تؤكل، ما سوى الإنسان والسمك والجراد كل ميتة هي نجسة. فإذا كان مأكول اللحم ومات وحده فهو نجس، مرض ومات، خروف مرض ومات، خروف نطح خروف، واحد قتل الثاني، نجس. ما بنقول والله يا أخي دافعين حقه 10,000 ليرة تركي راحوا علينا، لا، نجس ما دام لم يزكى زكاة شرعية. قال تعالى: إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب إلا ما زكيتم. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم، محافظين القرآن على طاعم يطعمه، قل لا أجد فيما أوحي، قل يا محمد لا أجد فيما أوحاه الله إلي محرما من الأكل على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. هذا الشاهد هون الميتة بقى، الشاهد احنا السؤال وين ايش بالميتة، فالميتة لا تؤكل. طيب، وهذا الحكم فيه الإجماع، وقد نقل الإجماع عدد من العلماء، منهم الإمام النووي والإمام ابن حزم والإمام ابن قدامة والإمام ابن رشد. هل لحد الآن أنا ما جاوبت عن الشيخ أو ما جاوبت سؤال الشيخ؟ قال: هل كل ميت من الحيوان غير المذبوح نجس؟ قال: نعم نجس، يعني إلا السمك والجراد، حتى ولو وجد السمك طافيا على وجه الماء فيجوز أكله، أما الإنسان فلا ينجوز حيا ولا ميتا، سما ينجوز. سبحان الله، إن المؤمن هيك قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينجوز. والله قال هذا بالمؤمن: ولقد كرمنا بني آدم، مؤمن أو كافر الإنسان طاهر إلا إذا خرج منه دم. نحن عم نحكي عن جسدي خارج الجسد، الإنسان طاهر. ولقد كرمنا بني آدم، حتى لو ماركسي، حتى لو يهودي، حتى لو نصراني، حتى لو بوذي، حتى مو بس المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، كل الناس. طيب، قال: ما حكم حليب أنثى الحمار؟ يعني لبن
الأتان بيسموه. أنثى الحمار شو اسمه إبراهيم؟ أتان. أتان اسمه هي أنثى الحمار. طيب السؤال ما حكم حليب أنثى الحمار؟ قال نجس ومثله كل لبن لبني ومثله لبن كل ما لا يؤكل لحمه. انتبه هلا تلاقي بيقول لك هذا لبن الحمير بيشفي. يعني هاي مساله ثانيه. خلينا نقول في بعض العلماء الامام مالك افتى بجواز استخدام لبن انثى الحمار للاستشفاء، لكن بقيه العلماء شو قالوا؟ نجس. نجس. حتى لو كان للتداوي نجس. تبانا؟ اذا هو نجس لبن انثى الحمار، ومو بس لبن انثى الحمار. ابو زيد اذا عندك سؤال توجه لي الله يرضى عليك. اثناء الدرس لا يتكلم الا المعلم، وبيجي له سؤال بيفقد. هيك يعني هيك علمونا مشايخنا ونحن ممكن نتعلم. طيب قال ومثله لبن كل ما لا يؤكل لحمه. لبن ما لا يؤكل لحمه. خنزير هو نجس. نجس العين يعني عند اكثر العلماء. عندنا مثل في العراق يقول حليب الحمار اللي هو الظناه. يعني ما ينشرب ولا ينكسر. لانه مذهب الحنفي فهذا من باب اولى يعني. طيب كل ما لا يؤكل لحمه. مثل ايش؟ السباع، الذئاب، هذا النمر، القطة، حليبة اللي بترضع لأولادها هذا نجس لا يشرب. نعم. طيب سؤال آخر. خلصنا؟ خمسة. ما على وقت لسه. ما هل يجوز عفوا ما حكم شعر الحيوان الميت وغير المأكول؟ الشعر هلا هنا عم نحكي عن شو؟ الحليب. عن اللبن. الحليب بيقولوا له لبن. لبن. ايه. الان السؤال ما حكم شعر بصير تقول شعر شعر بصير تقول شعر على وزن نهر. نعم. قال شعر الحيوان الميت نجس الشعر وكل الأجزاء المقطوعة منه وكذلك شعر الحمير والبغال واللعاب كل هذا نجس. نجس. هلا إذا كان مأكول اللحم يعني مثل الخروف مثل الناقة مأكول اللحم والشعر قصيناه في حياته هذا أفتى به العلماء الشافعية أو غيره ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى. وإذا ذبح ذبحا شرعيا فهو يتبع الجلد. الجلد لا يطول بالذبح الشرعي. الجلد احنا كنا نفوت على المساجد لا الصف الأول كله جلد والصدر كله جلد عشان يدفوا المساجد. هنا فلا يطول بالذبح الشرعي وإنما يطول بالدباغ. قال عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا الإهاب دبغ يعني الإهاب يعني الجلد فيتبع له الشعر اللي على الجلد فهذا يطهر بالدباغ. طيب سؤال هل يجوز أكل لحم الخيول؟ شو رأيك أبو محمود أكل شي مرة لحم خيل؟ يجوز. طيب قال يجوز أكل لحمها. يجوز أكل لحمها ولكن عند الحنفية والمالكية يكره ذلك. ليش يكره؟ قال لأنه وسيلة الجهاد. مو بس الحنفية والمالكية حتى عند الشافعية هو نص عند الحنفية والمالكية. لكن الشيخ الدكتور وهب الزمحلي يقول له كتاب كبير هيك أنا ببيتي عندي نسخة وهم اشتريت نسخة. شو كم مرة بدنا ننتقل؟ كم بلد بدنا نسافر؟ كل ما بدنا نروح بدنا نأسس مكتبة من أول وجديد. هي ثالث مكتبة عم أسسها وما بنعرف بقى كمان لسه بنهاجر لمكان آخر.
له كتاب ضخم اسمه الفقه الإسلامي وأدلته. الدكتور وهبة له كلام هون اسمعوه، انتبهوا عليه الله يرضى. قال: وبما أن علة الكراهة قد زالت فتزول الكراهة في تقديري. العلة راحت، هلا نحن عم نقاتل على الخيول. اليوم بالعملية اللي صارت في غزة اللي دخلوا فيها على مدننا أرضنا الفلسطينية، يعني في عسقلان منها من إمامة بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وسيديروت ومفاكير، هي اسم من عنده، بس كل أرضنا شو نزلوا بمظلات وهن راكبين على دراجات هيبة ما بيلقط الرادار ولا بتظهر على الكمبيوتر. لاحظت انت معي؟ دخلوا جوا بحرا برا ومن تحت الارض. الله. شو قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ اليوم نغزوهم ولا يغزونا. نعم، ولا يغزونا نحن. طيب، فاذا ما عاد في عنا الخيل هي آلة الجهاد، لذلك يقول: ما دام لم تعد آلة الجهاد ترتفع الكرامة. بكل الأحوال يجوز أكل لحم الخيل. إن شاء الله الله بيكرمنا أنا وياه أبو محمود والحبايب ناكل أكل لحم خيل. طيب قالوا لي والله. الأصيلة. إيه طبعاً. لا، الكدش هي قريبة من الشحش. إيه نعم. قال: لأنها وبما أن علة الكراهة قد زالت فتزول الكراهة في تقدير. يقول هذا اجتهاد له، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.